بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي، طلاب الصف الثاني عشر بمادة تاريخ الأردن. ها نحن طلابي نلتقي من جديد للحديث عن موضوع جديد من موضوعاتنا في تاريخ الأردن، واللقاء مع جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه للحديث عن حياته وعن الإنجازات السياسية الداخلية والخارجية، كما سبق لنا الحديث عن الإنجازات السياسية للملك طلال والملك حسين والملك عبد الله الأول، والحديث عن إنجازاتهم السياسية الداخلية والخارجية. أيضا تحدثنا عن حياتهم وعن نشأتهم. نقول بأن الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه هو الابن الأكبر للملك الحسين بن طلال، ولد عام 1962، وقد وجه الملك الحسين بن طلال كلمة للشعب الأردني بمناسبة مولده، حيث قال فيها: ولسوف يكبر عبد الله ويترعرع في صفوفكم وبين إخوته وأخواته من أبنائكم وبناتكم، وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده، وسيذكر تلك البهجة العميقة التي شاءت محبتكم ووفاؤكم إلى أن تفجر أنهارها في كل قلب من قلوبكم. تلقى الملك عبد الله الثاني علومه الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية، وانتقل بعدها إلى مدرسة سانت في إنجلترا، ثم إلى مدرسة وأكاديمية ديرفيلد في الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراسته الثانوية، وبعد ذلك التحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية، ثم تابع دراسته جلالته في الولايات المتحدة في جامعة أكسفورد، والتحق أيضا بجامعة جورج تاون في واشنطن لدراسة الشؤون الدولية. وقد بدأ الملك عبد الله الثاني حياته العسكرية في الجيش العربي الأردني قائدا لسرية كتيبة الدبابات عام 1989، وترقى في صفوف الجيش القوات المسلحة حتى أصبح قائدا للقوات الخاصة الملكية عام 1994، حيث أعاد تنظيم هذه القوات وفق أحدث المعايير العسكرية والدولية. هذا طلابي مجمل الحديث، سيكون لنا حديث آخر عن الإنجازات كالمحكمة الدستورية والقانون اللامركزية، سيكون لنا حديث عن الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. هذا طلابي مجمل الحديث حتى هذا الأسبوع، سيكون لنا لقاء آخر بإذن الله. دمتم برعاية الله طلابي، وعلى أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم بمادة جديدة من مواد تاريخ الأردن. دمتم برعاية الله.